السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم علي عصام. دي تاني حلقة من الحلقات اللي هتكلم عنها بخصوص ثغرات الويب، يعني أشهر ثغرات الويب اللي موجودة، وإزاي أنت كشخص تعمل بين تيست للأبليكيشنز. عن نفسي هشرح الطرق اللي أنا أعرفها أو اللي اكتسبتها عن طريق خبرتي و تجاربي خلال الحياة. يعني هبتدي النهاردة معاكم درس جديد هتكلم فيه عن حاجة جديدة خالص أنا نفسي لسه يعني مكتشفها، نوع من أنواع الـ Broken Access Control. هو لسه منزلهاش CVE، أنا لسه مكتشفها دلوقتي في ويب سيرفر، لقيته كده. مع إن أنا نفسي أول مرة أتعامل مع النوع دوت، فحاجة غريبة جدا. أنا مش فاهم أصلا لسه الأبليكيشن ده بيعمل إيه أو إيه حكايته. فزي ما قلت لكم في الدرس اللي فات، أنت أول حاجة بتعملها بتحدد التارجت بتاعك، تاني حاجة تبتدي تعمل view source وتشوف الكلام على ايه. طيب معانا هنا مثلا دلوقتي دوت ال URL بتاع التارجت اللي معانا دوت صفحة login system، مش فاهم ده بتاع ايه، بس هنشوف دلوقتي بتاع ايه ويتكلم عن ايه. انا هحاول اكون مختصر يعني نوعا ما في الكلام عشان وقت الفيديو ووقتكم، بس برضه ادينا بنفهم مع بعض وبنستفيد يعني. تمام، دوت حاجة صينية، ابليكيشن صيني عبارة عن مانجمنت بلاتفورم. طيب يبقى هي بلاتفورم عشان تعمل مانجمنت على حاجة، ايه هي احنا لسه ما نعرفش. فبنشوف دلوقتي قدامنا السورس كود. قلت لكم الدرس اللي فات ان احنا لازم نركز في ملفات الجافا سكريبت بالتحديد عشان نقدر نفهم الابليكيشن دوت مبني على ايه، وبناء عليه نقدر نشتغل. تمام، فهنشوف كده بصة سريعة نشوف ايه اللي هيحصل لما نعمل انترسبت كده للابليكيشن ده ونشوف ايه القصة. تمام، هو هنا عامل معانا الصح، باعت لنا الكوكيز جي او اي دوت من نوع بيس 64. هنعمل له ديكودينج ونشوف ايه القصة. تمام، دوت اليوزر نيم بتاعنا ادمين، ودوت التايم ستامب، ودوت الاكسبيريشن ديت، وديت السيجنتوري اللي هو التوقيع اللي بيبعت عشان السيرفر يكونفيرم ان اليوزر ادمين دوت هو اللي بعت الريكوست. تمام، طيب احنا بعتناها على الريبيتر تقريبا، فهنشوف كده ايه اللي بيحصل لما بنبعت الريكوست. تمام، بيجيلنا اللي هو الصفحة العادية اللي احنا شفناها من شوية اللي هي ديت. طيب هنجرب مثلا دلوقتي نعمل محاولة دخول، محاولة تسجيل دخول اليوزر ادمن، ونكتب مثلا الباسورد اي حاجة. تمام، اللي هو ايه، هنشوف جاب لنا ايه. تمام، جاب لنا هنا في اليوزر نيم ادمن، وهنا الباسورد الانكريبتد باسورد اللي احنا كتبناه دلوقتي. هنشوف على الريبيتر ايه الدنيا. ظهر معانا هنا مسار جديد اللي هو اوس لوجن. يبقى معانا مسار جديد هنا اللي هو اوس لوجن. تمام، هنرجع تاني
ليه؟ هو طبعا ما دخلش عشان الباسورد اللي كتبناه دوت مش صحيح. طيب هنرجع تاني لملف الجافا سكريبت اللي قدامنا علشان نشوف ايه القصة وايه الحوار. لما مثلا بنبعت كده هيجيب لك ان الباسورد غلط واليوزر نيم اللي انت كتبتهم. حتى لو جربنا الطرق بتاعة الدرس الأول اللي شرحتها الدرس اللي فات مش هتنفع هنا، لأن دوت يعتبر السكيورتي أعلى شوية، بنتعامل مع حاجة جديدة. طبعا كل ما هتلاقي مستوى الصعوبة بيزداد شوية. مش بعقلك من الموضوع، بس انت لازم تبقى فاهم ان كل ما التارجت اللي قدامك الفاليو بتاعته يعني كانت عالية يبقى المستوى السكيورتي أعلى، وتيم السكيورتي بيبقى عنده اكسبيرينس أعلى، بحيث إن هو بيبقى متوقع أصلا إنك هتيجي تعمل بنتست عنده، فبالتالي هو سدد لك كل المداخل اللي أنت ممكن تخش منها. فأنت بالتالي لازم يبقى عندك المايند سيت بتاعت إنك تبقى كريتيف شوية، ودوت الطريق رقم واحد إنك تنجح في المجال ده، انك لازم تبتكر طرق. وطول ما انت شغال زي ما قلت في الدرس اللي فات، انك لازم طول ما انت شغال لازم تقعد تبتكر وتجرب طرق جديدة، حتى لو ما سمعتش عنها قبل كده او ما حدش اتكلم عنها. لان اغلب الدروس اللي انا هنزلها ان شاء الله او الحاجات اللي هتكلم عنها هتكون جديدة نسبيا او ما حدش بيتكلم عنها خالص، خصوصا في الوطن العربي يعني. لأن الناس ديت يعني مش عاوز أبالغ بس سابقين بمراحل، يعني هم اشتغلوا جامد في حوار السكيورتي وابتدوا دلوقتي اللي هم يعني يبقوا من الرائدين في المجال، خصوصا برضو الصين واليابان السكيورتي بتاعهم تقيل. عموما يعني عشان ما نخرجش عن موضوع الدرس خلينا نرجع زي ما كنا. طيب احنا دلوقتي اكتشفنا اوز لوجن. طيب هنشوف في الملف بتاع جافا سكريبت دوت اوز ديت بتريفير لايه. عندنا طيب اوز لوجن يوزر. طيب هنجرب اوز لوجن يوزر. تمام، جاب لنا ان اليوزر نيم ادمن. طيب ما علينا، حاجة كويسة برضو ان ديت بتعمل لنا انوميريشن، يعني دي يعتبر ثغرة برضو لوحدها. enumeration لليوزر نيم. تمام ادي كده واحدة، ممكن ننزل لها سي في بعدين، بس مش ده مش اقصى طموحنا دلوقتي. احنا اقصى طموحنا دلوقتي ان احنا نقدر نعمل لوجن للبانل اللي قدامنا دي. طيب وديت بوست اوس لوجن. تمام دي جربناها. وفي حاجة هنا عندنا اسمها اوس ريجستير. طيب هنجرب اوس ريجستير ديت ونشوف هتجيب معانا ايه. طيب بيقول لنا ان الصفحة دي مش موجودة اصلا، كلام زي الفل. طيب هنا اوس شيك. تمام ده جاب لنا التتل بتاعة الموقع والمسج اللي هو سكسس. تمام عندنا ايه تاني؟ لوجن يوزر سيت ادمن. تمام حلو قوي. انت لازم برضه يبقى عندك النولج الكافيه في الجافا سكريبت عشان تقدر تقرا الكلام ده كله وتترجمه وتطلع حاجه مفيده. حلو احنا عندنا هنا هو الديفولبر عامل حاجه غبيه جدا، او مش غبيه، ممكن هو اختياره كده في الميكانيزم بتاعته. هو حاطط لك فانكشن تعمل سيت ادمن لي ادمن، يعني كده احنا مش محتاجين اليوزر نيم في حاجه، لان هو اجباري بيخلي اليوزر نيم اسمه ادمن. تمام ريزولت 201 كمان اللي هو كرييتد دي في الاي بي اي. اي بي اي تيستنج بتبقى ستاتس كود دوت معناه كرييتد اللي هو تمام الريكوست اتبعتت، وبيرجعك تاني على صفحه اللوجن. وعندنا ايه تاني؟
ديت ست تيتل، ممكن دي ممكن نعمل فيها انجكت برضو الكروس سايت اكس اس اس، بس ده برضو مش موضوعنا دلوقتي. احنا بس بنحاول نستكشف الموقع بتاعنا ده عامل ازاي. طبعا احنا هنا مش بنستخدم اي تولز او اي حاجة، لان زي ما وضحت ان اعتمادك لازم يبقى على المايند سيت بتاعتك، وتجرب المانوال تيست، لان اللي بيمشي ورا التولز يعني الناس اللي بتبقى خلاص بقى سايبة الدنيا كل حاجة في الاوتوميشن وكل حاجة بدون تشغيل دماغ وبدون اعتماد على الاكسبيرينس بتاعتك انت. يعني مثلا لو هتستخدم تول زي نيوكلي دي او ايا يكن، وبتسيبها تشتغل وتطلع بقى اللي تطلعه، وبعد كده تخش على تارجت تاني، طبعا ده غلط تماما وما انصحش حد يعمل كده. انت بتمسك التارجت بتفصصه حتة حتة، ده البيزك يعني الاساسي الستاندرد. لو عايز تبقى ماشي على الطريق الصحيح في المجال ده لازم تمانوال تيست لوحدك، وتقدر انك تطلع الثغرات بنفسك. يعني مثلا لو حطينا له هاشتاج اوس ريجستير هيودينا على فين؟ ولا اي حاجة. ما هي موجودة لسبب، الديفولبر حطيتها هنا لسبب، مش جاهزة هون هي العملية. مثلا هنا سأسكت قليلا. سيت اب ادمن باسورد ومدي لك تو انبوت. حلو، يب هنحط له هنا. هو بيعمل ريدايركشن لوحده لما بتروح على صفحة الريجستير، تمام. فاحنا هنا وقفنا الريدايركشن، وهنجرب نحط باسورد مثلا اللي هو ايه، علي مثلا، خليه من 1 لـ6 مثلا، ابسط حاجة، بحيث يبقى كل حاجة بسيطة. وهنعمل برضو انترسبت بحيث لو عاوزنا نعمل ريبيت للريكوست دي تاني ونشوف ايه اللي بيحصل جوه. هو هنا يا معلم هنا يا معلم حطلك الباسورد وعمل له انكودينج وكده جاهز للعمل. وطبعا زي ما قلنا في من شوية، هو اجباري بيعمل الادمن يوزر نيم بيخليه ادمن. يبقى احنا لما هنيجي دلوقتي نجرب، هنعمل مثلا ريجستر باسورد من 1 لـ6 زي ما اخترناه كده اهو، ونجرب باسورد الادمن ونخليه 1 2 3 4 5 6. حلو، ولوجن فتح معانا الداشبورد، ولا سحر ولا شعوذة. طيب يبقى دي نقدر نعتبرها اوثنتيكيت باي باس فولنبيلتي. نقدر نفتح اي لوحة في العالم بهذه الطريقة للسكريبت ده، اللي هو انا مش عارف هو ده بتاع ايه اساسا، ولا مين اللي عامله، ولا بيحكي عن ايه. بس ظاهر قدامي ان في هنا حاجة اسمها تروجن يوزر لود كونكشن كاونت تي سي بي يو دي بي تروجن اب تايم السيستم فيرجن صيني. بيفكر بالصيني تروجن مانجر. طيب انا ما سمعتش عن البلاتفورم دي قبل كده، وما اعرفش هي بتعمل ايه، بس اكيد ليها لازمة يعني، لان انا واضح قدامي ان هي بتمانج سيرفر معين ومدياله هارد ديسك 30 جيجا اهو، و سيستم سيتنج دي شينج تيتل اللي احنا قريناها في ملف الجافا سكريبت من شوية لو خدتوا بالكم. شينج تيتل اهي لو خدتوا بالكم، تمام.
يعني نقدر اللي قلت لكم ينفع ننجكت حاجة فيها. هنجرب دلوقتي، يمكن انجكت كده كود جافا سكريبت. فعلا عمل انجكت، بس مش عارف بقى لما يلود هيرن ولا لا. لا مرنش. طب ممكن نجرب واحدة كمان، واحدة اونلود. ادينا بنجرب. لا برضه. طب ماشي، ما علينا، ده مش موضوعنا خالص. بس كون انك تقدر تدخل السيستم وتجرب تي change clash roles import export change receipt ايه. طب نشوف دي ايه. clash roles domain clash resort top. هو غالبا دوت سيرفر للعبة اونلاين، حد بي دي تقريبا ايه سيكريت. زي ما قلت كده، دوت تقريبا سيرفر بيمانج بروكسيز. تمام. rules connections settings. طيب خلينا في الماين بانل بتاعتنا نشوف نقدر نوصل لإيه. ده دومين كمان اهو، ممكن نشوفه برضه بتاع ايه على الماشي. ده سيرفر كمان برضه، بس مش عارف بتاع ايه. باك اند. السنين دول عليهم حاجات غريبة والله. طيب سيبك من دول، ننزل تحت شوية نشوف ايه البرميشنز اللي معانا وايه اللي بيحصل بالظبط داخل هذا السيرفر. قبل ايه قبل طيب ما علينا. احنا المفروض هنحاول بس نعلي صلاحياتنا شوية ونشوف ايه الدنيا. وفي هنا على الجنب الاخر ثلاث اختيارات، داشبورد بروجن يوزر. ماشي، في تيرمينال اهي، دي بداية مبشرة نوعا ما. جيت ماب سي ال بي ادانا يوسف دومين بتاع ايه ده برضه. هو غالبا الموضوع كله عبارة عن سيرفر ألعاب أو حاجة زي كده. نفس اداني نفس اللوحة برضه، مش عارف هيبقى ايه الستورد اكسس بتاعتنا اللي ما عملتش رن. نجرب طيب الباسورد اللي احنا عاملينه، يمكن من 1 ل 6 فتح كمان. ده نفس السيرفر. هنهزر بقى ولا يا جدعان؟ ماشي ما علينا. ما علينا، سيبك من الكلام ده. احنا مفترض كده ان احنا عدينا اكبر جزء من تيستنج كيس. بقى عندنا
اليوزر نيم ده مش عارف بتاع ايه، ولا الباسورد ده بتاع ايه. دوت المفروض انه يوزر على الابليكيشن. ممكن ان احنا بقى نضيف يوزر، نشيل يوزر اللي عجبنا. ما عملش اي حاجة. ممكن مثلا نعمل ديليت. مثلا لسه اول مرة بنستكشف الموضوع. تمام، هو عمل ديليت لليوزر من غير ما ياخد اي فاليديشن. طب نشوف، جينا بنجرب مع بعض يعني. الله، حلو الحوار ده. ادانا المعلم الباسورد انكريبتد بيز 64، دوت الباسورد. تمام، ودوت باسورد تاني. ما علينا بقى، دوت اليوزر رقم واحد او اتنين. هو مفيش غير يوزر واحد. نشوف كده الاوبشنز اللي عملنا ايه. مفيش، مفيش، مفيش. كده الاوبشنز اختلف شوية. ما علينا، دي مش قصتنا ولا الأمر. احنا كده يعتبر عملنا اكسس عادي جدا للداشبورد اللي قدامنا. وهنقفل على كده، هنقول ان دوت تاني درس، وان شاء الله هحاول انزل حاجات احسن من كده. بالتوفيق، الى اللقاء.